لأن الطموح لا حدود له، وبالقرب من ثاني أقدم معابر الخور في المدينة، تخط دبي أيقونتها الهندسية الجديدة. لتحاكي بتصميمها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطور مدينة دبي اللامحدود، ليرتسم جسر الشندغة كصرح حضاري يخط ملامح المستقبل. يعد جسر الشندغة المعبر السادس على خور دبي، ويأتي كجزء من محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً. قسم العمل في المشروع على 5 مراحل. متطلبات المشاريع التطويرية الكبيرة المحيطة مثل جزر ديرة وواجهة دبي البحرية وميناء راشد ومدينة دبي الملاحية. اليوم تستحضر دبي التاريخ من جديد لتكمل مسيرة التنمية التي بدأها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.